ايه اللي حصل يا بنتي؟ خدت في وشك وجريتي ليه؟ انا قلبي وقع في رجلي. قتلته ليه يا راشد؟ قتلت الحسن ليه يا راشد؟ عشان تتجوزني؟ ايه الكلام ده؟ انا مش فاهم حاجه. والله انا يا اخويا مش فاهم حاجه. طب استنى نشوف الكلام اوله من اخره ايه. انت ما بتفهمش. هو قتل الحسن ليه يا اختي؟ ده الخاتم بتاعه. خاتم ايه ده؟ انا مش عارف. انا ما اعرفش ايه هو. رمي بلا انا ما اعرفش. انا اول مره اشوفه. ده انا اوديك في 60 دقيقة. الخاتم ده قتلته ليه؟ حرام عليك. عمل لك ايه عشان تقتله؟ يخرب بيتك عليك. يخرب بيت اليوم اللي عرفتك فيه. قلت لك بسرعة تعرف. سيب البيت هتموت. تعرف انت سكرانة ولا ايه؟ سيبني واعرف ايه يا فتوح. هو انتوا اتفقتوا عليه؟ هو انتوا اتفقتوا عشان تقتلوه؟ عملت فيا كده؟ انا عملت فيا كده؟ انا هات الخاتم ده. انا وديك في 60 دقيقة. طب حرك عليك. عملت في 60 دقيقة. عايز يا ولدي هبلغ عني. مش هتبلغ عليا. لا تعبت يا لهوي. لا كان ايه يا اخويا؟ في البنت عسلية بتجري. في حاجة في الدنيا. اوعى كده يا شيخة. حد عيان؟ الصداع هيفرتك دماغي. بنت فص مالها وداد. زمانها دلوقتي بتبلغ البلوس عننا. عننا؟ عنك انت يا اخوي. هو انا كنت معاك وانت بتذبح الواد؟ كان لازم يعني تنسحبي من لسانك وتقولي قلنا وما قلناش. كنت مدروخه وانا كنت في وعي يعني. وبعدين البنت مش متاكده من حاجه. واحنا اتضربنا واتخانقنا وصوتنا وزعقنا ولما ترجع بقى هقول لها ما نعرفش. ما حصلش. لا. ولو قالت اي حاجه هقول لها لا غلط. لا 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 هي دلوقتي متاكده ان انا اللي قتلت الواد. نالي معدي هنا. انا هيب واختص واشوفها راحت فين. عندك هتروح فين؟ رايح فين وهتسيبني لوحدي؟ عايز ايه مني يا فتون؟ تستنى لحد ما نشوف هنعمل ايه. استنى لحد ما ايه؟ ما ليها دخله والبوليس وراها. بوليس ايه؟ هي مش هتروح تبلغ البوليس ولا حاجه. طب هتقول لهم ايه؟ جوزي قتل خطيب اللي قبل كده ولقينا معاه خاتم. القصه كلها على بعضها متلخبطه. لا مش متلخبطه، وخصوصا بعد ما تنيلت اتجوزتها. فتوم احنا لازم نختفي من هنا. سالي ازيك؟ الحمد لله على سلامتك. مالك مدام؟ فين يا هيام؟ فوق. مالك يا سالي في ايه؟ احنا دايما نقول اللي احنا عايزاه. ايه ده؟ انت عامله كده ليه يا عسليه؟ كنت بتعيطي ولا ايه؟ هو حصل مشكله مع جوزك ولا ايه يا عسليه؟ ايه ده في ايه يا سالي؟ انا جيت لك عشان ما اقلش منك. ايه بس يا حبيبتي في ايه؟ اهدي اهدي. انت هنا ما حدش يقدر يمسك. يا الهام اعملي لي ليمون بسرعه. هسوم بعد اذنك. عسليه مش هينفع تقعد هنا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ بليز اسمعيني. دي متجوزه واحد تاجر مخدرات، ممكن تبقى عاملاها جريمه ولا كارثه وجايه تستخبى عندنا. نوين هي تقعد عندنا. انا والله العظيم ما كنت اعرف راشد اللي انا متجوزه. احنا ملناش علاقه بيكي ولا بالراجل اللي انت متجوزاه. In 5 minutes you have to leave. فاهمه ولا لا؟ بعد اذنك. Sorry, Sally, he's my son.
انت اللي عملت في نفسك كده. فاكر لما كنت قاعد معايا وعمال تقول لي انك عايز تقتل الواد؟ انا قلت لك لا وعلي صدق على كلامي. انت اتخبلتي في نفوخي في ايه؟ بقول لك يا راشد خد بقى لفينا السيجارتين دول علشان اروق دماغي، وبعد ما اروق دماغي تحكولي كده بهدوء ايه بقى اللي حصل عندكم وكركب حياتكم كده عشان تيجوا فجأة بربطة المعلم وتطبوا عليا. ولا حاجة والنبي يا اخي، خناقة معايا على شغل وفلوس وكده، وطلع الواد ده مسجل خاطئ. قمت انا قلت له لا نسيب الحارة ونروح عند غنوة نكن 3 ايام كده عقبال ما الامور تتحسن يعني. وماله يا فتون؟ ما هو ده بيتك يا حبيبتي، وفهمي بقى ان من النهاردة دي شقتك وانا اللي ضيفة عندك. شايف ولاد الاصول؟ شايف الجدعانة؟ الله، طب وبقيت رابطة المعلم فين؟ فين عسلية؟ طفشت. يا نهار اسود. ايه اللي انت بتقوليه طفشت ايه؟ لا عسلية كويسة ما فيش حاجة، مشكلة بس حصلت بيني وبينها وهتتحل. بقول لكم ايه؟ انا مش قادر الف الف لنفسكم. انا هنزل اشم شوية هوا، سلام. اوعى تروح الحارة. فتون. نعم. قولي لي كده بقى وهاتي من الاخر، ايه حكاية عسلية؟ أنا هلف سجارة كاملة لنفسي وأشربها كلها وبعدين أشوف أحكيلك ولا ما أحكيلكيش. محدش بيموت ورا حد. عاوزك تتجوزي وتفرحي. انت عسلية حاجة كبيرة قوي عندي، كتير قوي عليا.